حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح احفظوا يا أخوان هذا الحديث واعملوا به. كان شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله سمعته يقول: لو أنفق الإنسان ملايين في سبيل معرفة هذا الحديث لم يكن كثيرا. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم أصح كتابين بعد القرآن. يقول عليه الصلاة والسلام: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وهو الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كانت له عدل عشر رقاب، يعني كأن أعتق عشرة عبيد، ومن أعتق رقبة أعتق الله منه بكل عضو منها عضوا من النار، وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة، وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل منه إلا رجل عمل مثل ما عمل أو زاد. كم تأخذ منك من الوقت؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك والحمد لله على كل شيء. إذا صليت صلاة الفجر